ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. زي ما انا بجيب لكم المستات المشهوره، فانا بجيب لكم طبعا كمان المستات المغموره او المستات اللي هي الاصدار المحدود، تمام؟ فعشان احنا نبقى ايه منوعين وبنجيب ايه كل المستات، لان انا دايما بحس ان برضو المستات المشهوره قوي، يعني في مستات بتبقى مش معروفه بتتظلم والله مع المستات اللي خدت شهره عاليه يعني. فندخل في الفيديو بسرعه هوريكم المست ده. المست ده اصدار محدود، يعني مش هتلاقوه منتشر قوي. بصوا انا مش عارفه اسمه، الاسم الاولاني ده كابري او ايه، مش عارفه، كوستال سيتروس، يعني الحمضيات الساحليه، بس الكلمه الاولانيه دي مش عارفه بصراحه. المستو زي ما انتم شايفينه كده، يمكن يعني مش معهود عليكم في شكله، من المستات النادره لما تشوفوها، يعني زي ما انتم شايفين كده شكله يعني غريب، ملوش علاقة بريحته على فكرة. المست ده للجنسين، يعني ينفع حريمي ورجالي، بس هو والله مست منعش وتحفة جدا. يعني مش معنى ان هو يمشي للجنسين ان هو مثلا مش حلو او كده، لا خالص. يعني هو تصنيفه حمضيات جوز هند، حلو، رمال، زهري، لاكتوني، أروماتيك. المست خلينا نشمه مع بعض كده عشان انا رشيت بس مش كفاية، حب ابقى مستحضرة ريحة كده وانا بكلمكو. بصوا انا يعني انا كسولة قوي، فانا بقعد القعدة يعني احط الحاجة اصور لكم كل المستات اللي انا اشتريتها واغيب بقى فترة، لان انا بكسل كل يوم التاني اصور وكده يعني. فهتلاقوا الديكور هو نفس الديكور من فيديوهين تلاتة اربعة يعني. فبصوا مكوناته بقى، ليمون ايطالي، جوز هند، اوركيد الفانيليا، ورمال، وبرغموت. العطر منعش قوي قوي قوي، الناس اللي بتحب الحاجات المنعشه، الناس اللي بتحب الحاجات الصيفي اللي يعني اللذيذه دي اللي هي بتحسسك بانتعاش. طبعا استاذ بوسبوس جاي يحضر معانا الفيديو، هيبهدل الدنيا بقى دلوقتي، فخليه يلعب، خلينا ما علينا. هو في البداية بتشم ريحة الليمون قوي قوي، ريحة الليمون ظاهرة منعشة جدا، وبعدين ريحة جوز الهند رهيبة. يعني بصوا يا جماعة، اللي عجبني في المست ده قوي ان يعني ان هو جامع ما بين ان هو منعش قوي، وبعد كده بقى بينزل كده معاكي بقى بسنة نعومة بقى بريحة الفانيليا، وفي ريحة دفء كده شوية، مش عارفة، خلطة غريبة ورهيبة. في البداية تحسيه حد قوي عشان ريحة الليمون، كلنا عارفين ان ريحة الليمون حادة شوية، بس والله ريحته حلوة جدا، مقبولة يعني، مش ليمون لازع قوي، وريحة جوز الهند بتلطف الموضوع، وبعدين شويه زهري كده جايه من الاوركيد، وبعدين بينزل بقى كده ناعم كده، وتحسيه كده يعني عارفين انتوا الاحساس المستحلب ده بتاع احساس اللاكتوني ده، اللاكتونيك ده، يعني فاهمين انتوا. شرحنا قبل كده العطور اللاكتونيه بتبقى ناعمه كده، وتحسي انها ناعمه كده نازله بنعومه كده ودسامه كده، مش عارفه بصراحه. فبينتهي العطر معايا نهايه هاديه كده بالفانيليا، بتحسي بقى يعني براحه كده، بهدوء كده، بنعومه. فانا حبيت العطر ده جدا. البدايه حاده شويه عشان ليمون، عارفين كلنا ريحه الليمون بتبقى حاده، لكن العطر ده والله انصحك لو لقيتيه في اي مكان اشتريه، مختلف عن اي عطر انت واخده عليه يعني من العطور بتاعت بس، فانت غريب عليهم. عشان كده هو من الحاجات اللي اصدار محدود، وانا بحب اجيب الحاجات اللي اصدارها محدود لان مش كل الناس بتفهمه بصراحه، ويعني خساره بجد لما تشوفي حاجه زي كده تضيعي الفرصه انك تستخدميها او تجربيها. فانا شايفه ان هو يمشي للجنسين، بس انا شايفه ان هو حريمي اكتر او نسائي اكتر. اولا انا حاسه ان هو ناعم جدا، هو في البدايه بس البدايه بتاعته اللي ممكن تتخيلي ان هو رجالي ومش عارف ايه، لكن بعد كده الفانيليا بقى وجوز الهند وكده بتحسي بنعومه جدا في المست ده، وحلوه جدا على الرغم من انه صيفي وليمون ومش عارف ايه، و يعني المفروض من الحاجات الطياره. لا بالعكس، انا شايفه ثباته حلو جدا. يعني غريبة ان المستات اللي هي بتبقى الصيفي الفظيعة دي ان ثباتها يبقى حلو كده، يعني فواح جدا وثابت جدا جدا. يعني غريبة ان هو يبقى مست صيفي كده وفريش ويبقى بالثبات ده، مش عارفة بقى ده راجع لانه
يعني النهايه بتاعته العطر بيفضل معاكي فانيليا، فالفانيليا تقيله بطبعها او مش عارفه بصراحه. بس هو من المستات الجميله جدا، انصحك لو شفتيه في اي مكان تشتريه، لو انت ليكي في التوليفه اللي انا قلت لك عليها دي، لو بتحبي الحاجات الصيف الفريش المنعشه. والله انا جربت كذا حاجه باليوسفي والبرتقال وبالليمون، كانت بالنسبه لي مبهره، مع اني انا مش من الناس اللي بيحبوا الليمون والبرتقال واليوسفي والحاجات دي، لكن جربت كذا حاجه الفتره الاخيره وكانت جميلة ومنعشة بشكل رهيب. يعني ده صيفي زي ما قلتلكو، ينفع بالنهار وينفع بالليل لانه هو تقيل برضو مش خفيف، بس هو صيفي قوي والله. وحتى برضو يمشي في الشتاء، يمكن البداية بتاعته مش تبقى ماشية قوي مع الشتاء، لكن القاعدة بتاعته اللي هتفضل معاكي فانيليا فهتبقى ظريفة ولذيذة في الشتاء برضو. ممكن تجيبيه تستخدميه انت وزوجك، مش مشكلة يعني، يمشي الاتنين، بس انا شايفة والله انه هو حريمي اكتر وثباته حلو جدا جدا جدا. فلو انتوا يعني من عشاق العطور ومتابعين العطور، يعني خدي فكرة عن العطر، العطر هيعجبك جدا. بس كده، ولو ليكوا اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد عليكم على طول. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ومع السلامة.